ترى أنا بهالسوالف خبرة كبيرة وعندي أفكار خطيرة. هذه شايستان بين أفغانستان وأوزبكستان. المشروع هذا منو اللي شار عليك؟ شفت هاللي يقعدون على الدوار يبيعون بنك ترمس وفي بعضهم يبيعون خضرة، إيش رأيك تبيع بيض؟ هلا بوكيل شايستان، شلونك زين؟ أهل الجابرية دقوا علي دياهم ما وصل وقاعد أفكر بمشروع جديد يكسر الدنيا. أم عبير النمام الحتشاية الحين تنشر غسيلي بالفريد. حبيبتي ما صدقتيني ذاك اليوم لما قلت لك شافة في السوق وحبه. أنا أحب. لا 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 ما 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 تشي خروفي. تمشي الطوف غالستان ثاني لف على اليمين في إشارة طوفها في صيدلية على يسارك طالع هذه شايستان. أهلك كلهم طوايفك فصيلتك كلها لازم أنا أعرفها زين. لا لا مو فصيلتك، إحنا وأنت متعرف علي بغابة أنت ولا بحديقة. منطحت عليه يا ويلة من سواد ليلة. رابع متوسط منازل تعال. أنا ريال محترم اللي اسمي مهندس ولد عائلة ولد حمولة. حمولة كم طن؟ يا بعد عمري أنا وياك وبس. أسوي لك عصير؟ يا ليت. إنزين الخبزة هذه مو لازم تبطلها وتحط فيها جبن وعقب تسكرها تعب. مسلمة انت ناطر اللحظة هذه اللي تشمت فيها اللي تضحك على مرتك ام عيالك بدل ما تدافع عني وريب اغراضي. نعم خير. انت وياي واقف عندنا اسمعني في موضوع مهم. اذا مشاريع صكرها الموضوع هذا رجعنا.